ميليشيا الحوثي تحكم بالإعدام على 4 صحفيين. هل سيمارس المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على الحوثيين لإبطال هذه القرارات والإفراج عن الصحفيين؟ وكيف عمل الحوثيون على استخدام مؤسسة القضاء لشرعنة جرائم القمع والتنكيل باليمنيين؟ أهلا بكم. عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد الصحفيون يمنيون تحتجزهم ميليشيا الحوثي منذ 5 سنوات، وبدلا من الإفراج عنهم أصدرت حكما عليهم بالإعدام بتهمة ما يسمونها التخابر مع العدوان. أثار هذا الحكم ردود أفعال غاضبة على المستوى المحلي والدولي، حيث حملت الحكومة ميليشيا الحوثي مسؤولية هذه الخطوة واعتبرتها نسفا لجهود الأمم المتحدة لإنجاح صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين. كما أدان اتحاد الصحفيين الدوليين ونقابة الصحفيين اليمنيين في بيان مشترك أدانوا الأحكام الصادرة من قبل الميليشيا وتوعدوا قتلة الصحفيين بالمثول أمام محكمة الجنايات الدولية. كيف يمكن بناء عملية سلام مع جماعة ترد على المطالبات بالإفراج عن المعتقلين جراء وباء كورونا بإصدار أحكام الإعدام؟ وكيف أصبحت مؤسسة القضاء أداة من أدوات الحوثيين لقمع المدنيين والدوس على حقوقهم؟ بعد 5 سنوات من الاحتجاز والتعذيب النفسي والجسدي، قضت ميليشيا الحوثي بإدانة الصحفيين المختطفين لديها، وأقرت حكم الإعدام بحق 4 منهم والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها 6 الآخرون. محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة قال إن الحوثيين عقدوا صباح السبت جلسة دون إبلاغ هيئة الدفاع، وقضوا بالإعدام على كل من عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد. في الوقت الذي يناشد فيه الناشطون والمنظمات الأممية والحقوقية جميع الأطراف في اليمن للإفراج عن المعتقلين جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا، يذهب الحوثيون لتعقيد المشهد أكثر وإصدار أحكام جائرة على صحفيين اختطفوا على خلفية ممارستهم المهنة وحقهم في حرية الرأي. تصعيد ميليشيا الحوثي هذا أثار ردود فعل على المستوى المحلي والدولي، فقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية بياناً تطالب فيه الميليشيا بإلغاء هذه الأحكام والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين. من جهته طالب أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي بإلغاء هذا القرار، مؤكداً أن قتلة الصحفيين اليمنيين سينالون جزاءهم العادلة أمام محكمة الجنايات الدولية. الحكومة اليمنية من جهتها أدانت هذه الخطوة واعتبرتها تقويضاً لجهود الأمم المتحدة التي تبذلها منذ اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المعتقلين في اليمن. تتزاحم التحذيرات والمناشدات لسلطات الميليشيا، غير أنها تبدي عدم اكتراثها لأي من ذلك في ظل عدم وجود ضغط دولي حقيقي يجبرها على الإفراج عن المختطفين المدنيين خلال 5 سنوات من المأساة. بعد دعوات الإفراج عن السجناء احترازا من انتشار فيروس كورونا، كانت هذه الأمهات يأملن باقتراب الفرج وخروج أبنائهن المحتجزين منذ 5 أعوام، غير أن الميليشيا دائما ما تقف دون تحقيق ذلك وتذهب بعيدا في إثبات أنها لا تأبه لكل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ نبيل أسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين من فيينا، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير بداية أستاذ نبيل. أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً بك. إذا كيف تابعتم إصدار أحكام الإعدام بحق 4 من الصحفيين اليمنيين يوم أمس؟ هذه أولا ليست أحكام، لأن الأحكام تأتي من محكمة معترف بها ومحكمة تتبع حكومة ذات إطار قانوني ودستوري وشرعي. هذه قرارات، والقرارات تصدر عن ميليشيات، والمحكمة كما هو متعارف تحت سلطات الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء. طبعا موقف نقابة الصحفيين، الموقف المبدئي من هذه المحكمة منذ تأسيسها ترفض رفضاً تاماً أن يمثل الصحفيين أمام محاكم متخصصة بالإرهاب،
وحتى أمام محاكم متخصصة بقضايا الصحفيين خلال هذه الفترة من الحرب وخلال سيطرة ميليشيات الحوثي التي من المعروف أنها تسيس قضايا الصحافة والصحفيين خاصة، وأن جملة الاتهامات أو التي وجهت للصحفيين كانت اتهامات مطاطية، اتهامات لها علاقة بالابتزاز السياسي وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى أن حكم أو قرار المحكمة هذا يأتي تتويجا لعملية انتهاكات وسلسلة انتهاكات متواصلة ابتداء من مراحل الاختطاف التي تمت قبل 5 سنوات من مقر أعمالهم، ثم إخفائهم قسريا لفترات مختلفة وتعذيبهم وأخذ اعترافات منهم تحت التعذيب، وإضافة إلى منعهم من التطبيب والعلاج، إصابتهم بكثير من العاهات المستدامة. نعم. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك بأن القضية الرئيسية بأن هذه المحكمة تذكرنا بالمحكمة التي قضت بالإعدام على الأستاذ يحيى عبد الرقيب الكبيحي في خلال 10 دقائق تم إصدار هذا الحكم. المحكمة أيضا هذه صدرت قرارها بعد أن منعت المحامين من الترافع وأيضا في إجازة قضائية. حتى هذه الأحكام يعني لم يختر المحامين، نعم، فوجئ المحامين بانعقاد جلسة وبإصدار الأحكام دون دعوتهم أو دون الحديث معهم. المعلومات التي لدينا أن تلك المسرحية قد جهزت قبل أكثر من شهرين منذ أن قررت الميليشيات الحوثية إحالتهم إلى المحكمة الجزائية. أضف إلى ذلك أن هناك ما عدد بأن هناك صحفيين صدرت قرارات بالإفراج عنهم، من بينهم صلاح القاعدي، وقدمت كافة الضمانات لكن للأسف لم يتم الإفراج عنه، وأصدرت النقابة بيانا قبل أكثر من أسبوعين تتحدث عن هذه النقطة. هناك مسرحية يراد منها إرسال رسالة واضحة ذات شقين، الأولى للصحفيين بأن كل من يقف أمام الميليشيات أو كل من يقول له رأي ضد هذه الميليشيات فإنه مصيره الاختطاف والاعتقال والتعذيب ومن ثم أحكام بالإعدام، والرسالة الأخرى هي للمجتمع الدولي الذين يحاولون الوصول إلى صيغة سلام، وهناك أيضا اتفاقيات للهدنة، وهناك صيغة مقبلة لاتفاقيات معينة من بينها قضية تبادل الأسرى ومن بينها قضية الناشطين والحقوقيين والصحفيين وغيرهم. وبالتالي الميليشيات هي تعمل هذا الإجراء من أجل الابتزاز الدولي، من أجل أيضا إيصال رسالة بأن مرحلة تكتيم الأفواه ما زالت مستمرة، وأن التوحش إزاء الحرية الصحفية ما زال مستمرا. نعم، هذا التوحش أستاذ نبيل يعني في اللحظة التي يعني كان هناك مبادرات إعلامية بالإفراج عن جميع المعتقلين وكافة المعتقلين جراء وباء كورونا والخشية على هؤلاء المعتقلين في ظروف غير صحية بتاتا، تفاجئ الناس الميليشيا بهذه القرارات الجائرة. ما الذي يعني تبتغي بكل هذه الوحشية؟ هي حالة عبثية من هذه الميليشيات، خاصة في الجانب الصحفي والحريات الصحفية. هي حولت الإعلام إلى إعلام حربي بالأساس، وبالتالي الرسائل الواضحة كانت هدفها يعني تصفية الصوت الصحفي، إغلاق إخفاء الشهود. هناك 35 صحفي تم قتلهم خلال 5 سنوات، هناك أكثر من 1300 حالة انتهاك مختلفة للصحفيين ابتداء من القتل، الشروع في القتل، الاعتداء، الاختطاف، نهب المقرات، إغلاق المقرات، اقتحام منازل صحفيين وغيرها من الانتهاكات، من بينها أيضا إغلاق المواقع الإخبارية. كل تلك الانتهاكات توجت بجريمة إصدار هذه الأحكام. هذه الأحكام أيضا
صدرت خارج السياق القانوني وخارج السياق الحقوقي وخارج السياق الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والمواثيق الدولية. أضف إلى ذلك أن سبب رئيسي الذي جعل هذه الميليشيات تتوحش بهذا الشكل هو الخذلان الدولي من ما تفعله الميليشيات خلال 5 أعوام. لم يتم التطرق لقضايا الصحفيين بالشكل الواجب، وهناك خذلان كبير من المنظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة. المبعوث الأممي سنتحدث عن أدوارهم أستاذ نبيل. نعم سنتحدث عن هذه الأدوار المشبوهة حقيقة، ولكن اسمح لي أن ينضم معنا الصحفي المهتم بشؤون المجتمعية عبر الهاتف همدان العلي. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور ومرحبا بك أنت وضيوفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن تصدر ميليشيا الحوثي حكما بإعدام 4 صحفيين بالأمس، كيف تابعت هذا الخبر أستاذ همدان؟ الأمر غير مستغربا منذ اليوم الأول التي ظهرت فيه ميليشيا الحوثي في صعدة، وهي تتعامل مع الصحفي ومع الناشط الحقوقي ومع المثقف بشكل عام ومع المعلم على أنهم أعداء مفترضين بل أشد خطرا عليها من الجندي، وهذا يعني كلام زعيم ميليشيا الحوثي بنفسه. ولهذا تأتي مثل هذه الأوامر، أوامر القتل ضمن عمليات ممنهجة تستهدف هذه الفئة من فئات المجتمع، وذلك باختصار لأن ميليشيا الحوثي تعتمد على قاعدة واسعة من الأكاذيب، ولا يمكن نشر هذه الأكاذيب إلا عن طريق وسائل الإعلام، إلا عن طريق فئة الصحفيين، إلا عن طريق فئة الناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا عن طريق المثقف اليمني الذي يتحدث في المساجد وعبر المنابر، إلا عن طريق المعلم. ولهذا هذه الممارسات ممنهجة وليست اعتباطية وليست ثانوية، وفي اعتقادي بأن ميليشيا الحوثي سعت كثيرا لتشويه فئة المثقفين والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووصفهم بالمرتزقة والعملاء والخونة بهدف إسكاتهم وإرغامهم على الصمت والسكوت، لأن هذه تهم يعني موجعة ومؤلمة يعني، ومن خلالها تحرص على إحراقهم في المجتمع. لكنها فشلت أمام بعد 5 سنوات، وكلما وصفت الناس بهذه الأوصاف تزايد أعداد المنتقدين لها، ولهذا لجأت مثل هذه القرارات، قرارات قتل الصحفيين أيضا لترهب الناس وتسكتهم وتجبرهم على الصمت وعدم التناول والتعاطي مع انتهاكاتها وممارساتها اللا إنسانية في البلد. نعم، المحكمة الجزائية المتخصصة هي من أصدرت هذه الأحكام أستاذ همدان، وهي محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب، يعني يحاكم صحفي كل سلاحه القلم والكلمة بتهمة الإرهاب. ما الذي تريد إيصاله جماعة الحوثي؟ كيف يجب يعني من يسيطر على هذه المحكمة؟ اليوم مؤسسات الدولة كلها مختطفة، الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين مختطفة، ولا يمكن أن نطلق على هذه المؤسسة بالمحكمة لأنها مختطفة من قبل جماعة لا تؤمن أصلا بالقانون ولا بالدستور ولا تتعامل به أصلا، ونفذت الانقلاب تدعي بأنها تمثل الدولة وتمثل القانون، لكنها يعني من خلال ممارساتها وما نراه يعني في كل لحظة في البلد لا تتعامل بالقانون ولا تحترمه، وبالتالي من الصعب أو من غير المنطقي أن يتم التعاطي مع هذه المسألة على أنها أحكام قانونية أو أحكام قضائية. هذه عصابة يا أختي العزيزة، الذي حاصل باختصار أن مجموعة من اللصوص والمهربين المعروفين أمثال أبو علي الحاكم ودغسان مهرب المبيدات الزراعية والمخدرات والحشيش، وأمثال فارس مناع تاجر السلاح، وأمثال
مهربي السلاح والمخدرات، هؤلاء كونوا عصابة، وهذه العصابة استطاعت أن تستقطب كثير من الناس بسبب ظروفهم المعيشية وجهل الناس، والآن يسيطرون على البلد. ليس من المنطقي أو الصحيح أن نتعامل أو نتعاطى مع هذه الأوامر على أنها أحكام قضائية وقانونية. هم يسيطرون على مؤسسات الدولة نعم، ولكن كل ما يصدر عن هذه المؤسسات باطلة وليست قانونية على الإطلاق، وإنما هي تنفيذ لتوجيهات هذه العصابة. إذن شكرا جزيلا لك همدان علي، صحفي مهتم بالشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل أيضا إذا سمحت لنا أستاذ نبيل، أنت أستاذ المشاهدين، بالذهاب عبر الأقمار الاصطناعية إلى ياسر المليكي المحامي والراصد من تعز. مساء الخير ياسر. مساء النور، أهلا بك وبالضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن قانونيا أستاذ ياسر، كيف يمكن قراءة حكم الإعدام الصادر بحق 4 صحفيين من قبل ميليشيا الحوثي؟ بداية دعيني أعرج على مسألة اختطاف هؤلاء الصحفيين من قبل ميليشيات الحوثي. هذه الميليشيا أو الجماعة ارتكبت عدد من الجرائم منذ 2015 يونيو 2015، وهو تاريخ اختطاف هؤلاء الصحفيين العشرة. مارست أولا هذه الجماعة جريمة الاختطاف، ثم الاختفاء القسري، ثم المعاملة القاسية، ثم عدم إيلاء هؤلاء الصحفيين أي رعاية صحية داخل الزنازين التي أخفي فيها هؤلاء، إضافة إلى عدم تمكن أسرهم من زيارتهم، والعديد من الجرائم الأخرى المتعلقة برفض كثير من الطلبات التي تقدم بها هؤلاء الصحفيين أو محاميهم أمام النيابة التي أجرت التحقيق مع هؤلاء، وصولا إلى انعقاد جلسات المحكمة التي تأسست على بطريقة غير مشروعة. هذه الجلسات بحسب علمنا أن 4 جلسات فقط هي كل ما استغرقته هذه المحكمة لنظر هذه القضية، قضية بحجم التهم الموجهة إلى هؤلاء الصحفيون، وهي تهم التخابر والتعاون مع العدوان وكثير من الجرائم التي يمكن للمحكمة ألا تستخلص فيها الحكم إلا بعد سنوات. لكن هذه المحكمة عقدت 4 جلسات للنظر في هذه القضية بدءا من 9/12/2019، وحتى يوم أمس كانت هذه الجلسات بدون حضور المحامين. تم طرد المحامي الخاص بهؤلاء الصحفيين في الجلسة الثانية من انعقاد هذه المحكمة لجلساتها. بالتالي فهذه الإجراءات قامت به المحكمة ومن قبلها النيابة ومن قبلها عمليات الاختطاف والتعذيب والاختفاء وغيرها من الجرائم، لم تؤسس المحكمة حكمها على بصيرة أو صحيح القانون أو إعمال لمبادئ الدستور وأحكام القانون اليمني، وخصوصا منه قانون الإجراءات الجزائية الذي أوجب على القاضي أن يستوضح من المتهم الماثل أمامه من كل شيء يتقدم به، من كل سؤال وجهته النيابة، وخصوصا ونحن يعرف القاضي، أنا هنا أخاطب ضمير القاضي، يعرف القاضي أن هؤلاء أخفتهم جماعة الحوثي منذ 5 سنوات. بالتالي كانت عمليات القبض غير صحيحة، عمليات الاعتقال غير صحيحة، عمليات الاختفاء والتعذيب كلها غير مشروعة وغير قانونية. جدير بأي قاضي يحتكم لضميره ويحتكم لنصوص القانون أن يحقق مع من أخفوا هؤلاء الضحايا، مع من قاموا بتعذيبهم، مع من أساء بمعاملتهم. جدير بأي قاض يعمل عقله ويعمل نصوص القانون أمامه أن يهدر كل الإجراءات التي قامت بها الميليشيا من عمليات الاختطاف إلى عمليات الاختفاء إلى عمليات المعاملة وغيرها، خاصة أن أثر التعذيب يعني تبدو عليهم واضحة أستاذ ياسر. يعني حسب ما وصلنا من
معلومات بأن يعني بعضهم يعني ربما أضيف إلى عمره 20 عاما، يعني لا نكاد تعرف بعض الأشخاص من هؤلاء الصحفيين، لا أريد ذكر أسماء حقيقة. اسمح لي فقط أستاذ ياسر أن أذهب إلى الأستاذ نبيل الأسيدي وأسألك أستاذ نبيل، ما مدى مخاوفكم من أن يقوم الحسين بتنفيذ هذه الأحكام لا سمح الله؟ طبعا أحب أن أشير أن هذه القرارات الصادرة هي كانت ربما ذات طابع عدائي أكثر ومما هي أحكام أو يراد بها إصدار قرارات أو أحكام في المحكمة. الهدف الرئيسي من هذه المحاكمة هي شرعنة عمليات الاختطاف والاعتقالات والتعذيب التي مرت خلال ال5 سنوات. هناك عبارة عن مغسلة للجرائم التي تم ارتكابها من قبل الميليشيات الحوثية بحق الصحفيين من خلال إصدار محاكمة ونيابة وإجراءات قضائية وما إلى ذلك من الإجراءات المتبعة، وخاصة بأن هذه هي المرة الثالثة التي يحيل فيها النائب العام التابع للحوثيين الصحفيين إلى النيابة العامة وإلى المحكمة الجزائية. قد صدرت أوامر بإحالتهم أكثر من مرة، ولكن الهدف الرئيسي منها هو تلاعب بالجريمة التي أرتكبت. قبل فترة تحدث محمد عبد السلام الناطق باسم الميليشيا بأنه لا يوجد هناك معتقلين رأي، وايضا في اتفاق ستوكهولم يعني في مفاوضات ستوكهولم تحدثوا بانهم لا يوجد لديهم معتقلين للحريات الصحفيه او معتقلين للراي. هم ارادوا ان يقولوا الان في خلال المفاوضات القادمه او اي صيغه للحوار القادم بان هؤلاء ارتكبوا جرائم جنائيه وليسوا صحفيين، لان هذا الانتهاك او هذه الجريمه التي ارتكبت خلال 5 سنوات ستفضحهم أمام كثير من المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية. الأمر الواضح هناك أيضا لدينا معلومات بأن هناك بعض الزملاء الذين ما زالوا معتقلين تم إعطاهم أسماء معينة لمقابل الإفراج عنهم، يعني بمعنى تبادل أسرى. هناك محاولات كثيفة من قبل الميليشيات من أجل تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي بأن تقول بأن هؤلاء مروا بإجراءات قانونية تم اعتقالهم لأنهم ارتكبوا جرائم جنائية، ومن ثم تم محاكمتهم ووفق الإجراءات القضائية صدر هذا الحكم القضائي. طبعا في نقابة الصحفيين نحن نرفض رفضا تاما الحكم أو هذا القرار جملة وتفصيلا وكأنه لم يكن، وسنسعى إلى إسقاطه، بل وسنسعى إلى إدانة هذه المحكمة وإلى محاكمتها، كما قال الأمين العام يوم أمس للاتحاد الدولي للصحفيين بأن مرتكبي هذه الجريمة سينالوا عقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سيتم. أيضا هناك تحرك من قبل الاتحاد الدولي والنقابات العالمية بما فيها نقابة الصحفيين اليمنيين لتقديم ميثاق لدى الأمم المتحدة يقضي بعدم الإفلات من العقاب، وهذا قانون يجب أن يتم إقراره من قبل الأمم المتحدة، لأن 90% من الذين قاموا بالانتهاكات أو ارتكبوا انتهاكات على مستوى العالم ضد الصحافة والصحفيين صحيح أنهم يتم إدانتهم ولكن لا يتم معاقبتهم حتى الآن، وبالتالي هذا القانون مهم جداً وتتواصل النقابة والاتحاد الدولي إجراءاتها. عند ذكر الاتحاد الدولي أستاذ نبيل، نشرك معنا أيضا في هذا الحوار الأستاذ يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين عبر الهاتف من المغرب. مساء الخير أستاذ يونس. مساء الخير، أهلا بك. وكاتحاد دولي للصحفيين كيف تابعتم حكم الإعدام بحق 4 من الصحفيين واعتقالهم أيضا هم و6 آخرين من زملائهم خلال الفترة الماضية؟ نحن طبعا تابعنا هذا الموضوع منذ الوهلة الأولى حين الاعتقال، وقد أصدرنا عدة بلاغات وعملنا عدة مبادرات في هذا الشأن متواصلة مستمرة بتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين. لكن الحكم الأخير هو مسألة خطيرة جدا،
ولا يمكن نهائيا أن تمر بها هكذا، لأن هذا أمر خطير. تم استغلال الظرفية الحالية التي يعيشها العالم، وفي نظرنا هناك محاكمة غير عادلة نهائيا، ولا يمكن نهائيا اتهام الصحفيين بهذه التهم التي كيلت لهم وبهذه الطريقة ويتم الحكم عليهم بالإعدام. هذه مسألة خطيرة جدا. نعرف الآن الظروف الصعبة التي يمر منها العالم، ولكننا كاتحاد دولي للصحفيين لن نسكت على هذا الأمر، لأن المسألة خطيرة وخطيرة وتهم الآن الحق في الحياة، بالإضافة إلى كل الأبعاد التي يتخذها الآن هذا القمع الموجه ضد الصحفيين. نعم أستاذ يونس، يعني صنفت جماعة الحوثي كأخطر جماعة إرهابية بعد داعش في بخصوص الصحفيين، ولكن إلى الآن لم يتخذ أي إجراء دولي تجاه هذه الجماعة وما تمارسه ضد الصحفيين. يشعر الصحفيون بأن يعني مواقف المجتمع الدولي ضعيفة تجاه الصحفيين، لماذا برأيك؟ في الحقيقة المجتمع الدولي لحد الآن لم يولي الأهمية التي تستحقها مسألة الاعتداء على الصحفيين، قتل الصحفيين، الحكم عليهم بهذه الأحكام. وهذا هو ما دفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة، حيث سبق أن اجتمعنا في نيويورك بمسؤولين عن الأمم المتحدة وفي جنيف، وكنا نحضر للقاء في شهر مارس كذلك في جنيف لهذه المسألة، لأن لدينا الآن مشروع اتفاقية مع الأمم المتحدة حتى تتم متابعة مرتكب الجرائم ضد الصحفيين. للأسف هذه الظروف منعتنا من مواصلة هذه الحملة، ولكننا لن نتوانى. الآن بمناسبة هذا الحكم الجائر، الحكم الخطير على الصحفيين اليمنيين، نحن الآن سنعمل على أن ندفع بهذه الحملة ولو عن بعد وبطريقة التواصل الآن عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، ولكن سنضغط بكل قوة وسنفضح ما يحصل من طرف جماعة الحوثيين ضد الصحفيين. نعم، إذا ما هي خياراتكم كمنظمة دولية واتحاد للصحفيين إذا ما مضى الحوثيون وأصروا على تنفيذ هذا الحكم؟ ستكون المسألة خطيرة جدا، نتمنى أن لا يحصل ذلك، لكن من جهتنا نعمل الآن في هذه اللحظة التي تتحدث فيها نحن بصدد النقاش كقيادة للاتحاد الدولي للصحفيين حول ما ينبغي عمله بشكل مستعجل من حملة حتى على الأقل نوقف التنفيذ، ولكن في نفس الوقت نحن لا نرضى بهذه المسألة. نحن نعتبر بأن الصحفيون يمكن أن يقوموا بعملهم في أحلك الظروف، في ظروف الحروب، في ظروف الأزمات، في كل الصعوبات، وينبغي أن تتوفر لهم الحماية. إذا كانت هناك من تهم ينبغي أن تكون تهم حقيقية، تهم يتمتع فيها الصحفيون بالمحاكمة العادلة، وهذا ما لا يحصل في اليمن، لأن الاعتداءات متكررة ومتواصلة، وجماعة الحوثيين ومن يحميها لا يعبؤون بما يحصل للصحفيين. لكننا كاتحاد دولي لن نقف مكتوف الأيدي كما قلت، بل سنواصل مجهوداتنا وعملنا. والآن نحن أمام مسألة خطيرة لا يمكن السكوت عنها نهائيا، ولا يمكن نهائيا أن نعتبر أنها مسألة قد تمر، لأنهم من الخطورة بمكان أن يتم تنفيذ مثل هذه الأحكام، أو على الأقل يتم تمريرها. إذن شكرا جزيلا لك يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. لو عدت إليك أستاذ ياسر المليكي، كونك محامي وراصد أيضا تعمل مع منظمات دولية، ما مدى الجهود التي يمكن أن تبذل من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين أيضا في لإيقاف هذا الحكم وإصدار إفراج فوري وعاجل عن هؤلاء الصحفيين؟ نعم، دعيني بداية أن أشير إلى أن ما أوردته من إجراءات قامت بها المحكمة هذا على اعتبار أن المحكمة شرعية، وقد تم التعامل معها من المحامين ومن هؤلاء الصحفيين بحكم أنهم في الاحتجاز. أما في الواقع والرأي القانوني أن هذه المحكمة
تفتقر إلى الولاية القضائية التي يحق لها بموجب هذه الولاية أن تنظر في القضايا. هذه المحكمة سحب عنها مجلس القضاء الولاية القضائية ونقل مقرها إلى مدينة مارب، بالتالي فما يصدر من هذه المحكمة سواء في هذه القضية أو غيرها من القضايا يعتبر ما يصدر منها من أحكام تعد قانونا أحكاما منعدمة، يعرف القاضي الذي أصدر هذا الحكم بحق الصحفيين وكل القضاة ونادي قضاة اليمن ومجلس القضاء الأعلى يعرفون هذا الأمر، القانونيون يدركون هذا الأمر. هذه المحكمة ليست لها ولاية قضائية، أحكامها منعدمة، ومع ذلك تعامل معها المحامي هؤلاء الصحفيون باعتبارها أمر واقع، ومع ذلك تم طرده. الإجراءات التي قامت بها المحكمة وفقا للقانون كلها إجراءات لا يمكن الاعتداد بها. ما قام به الاتحاد الدولي للصحفيين وما ذكره السيد يونس قبل قليل من أن هذا الحكم لا ينبغي أن يمر، هذا الحكم خطير جدا، هذا الحكم يمس حرية الرأي والتعبير، هو أصاب الصحفيين في كل العالم بمقتل. هذا الحكم لا ينبغي أن يمر. اتحاد الصحفيين الدوليين أمامه خيارات واسعة للضغط على هذه الجماعة من قبل كل الجهات التي يستطيع التواصل معها، الأمم المتحدة، لجنة الصحفيين الأمريكيين وغيرها من المقررين الخواص في الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان وحتى مجلس الأمن الدولي، باستطاعة اتحاد الصحفيين الدوليين أن يتخاطب مع كل هذه الجهات. كل هذه الجهات لديها القدرة على التخاطب مع جماعة الحوثي. هذا الحكم لا ينبغي أن يمر، لا ينبغي أن نعطي المشروعية لجماعة الحوثي في أن تمرر أحكامها عبر هذه المحكمة الغير قانونية. للأسف الشديد القضاء بشكل عام، القضاء الخاضع لسلطة جماعة الحوثي، يخضع لتأثير سياسي لم نشهد لهذا التأثير من قبل. جماعة تحاكم رئيس الولايات المتحدة ونتنياهو وبن سلمان وغيرهم من العسكريين والقادة في دول العالم بتهمة قتل صالح الصماد، هذه جماعة مجنونة، جماعة متوحشة، جماعة تستشرس تجاه الصحفيين، تجاه مخالفيها السياسيين، تجاه كل منتقديها. هؤلاء القابعون في سجون هذه الجماعة أستطيع أن نقول أن أغلبهم احتجزوا بسبب آرائهم، بسبب معتقداتهم، بسبب معارضتهم لهذه الجماعة، حتى وإن بدا أنهم موالين للحكومة، لكن كانت أسباب اعتقالهم في الأساس هو ما يكتبونه، هو ما يصرحون به، هو ما يقتنعون به ويظهرونه للناس من مخالفتهم لهذه الجماعة. أمام الاتحاد الدولي للصحفيين وكل منظمات العالم ونقابة الصحفيين اليمنيين بالأساس عليها أن تكثف من ضغوطها، عليها أن توجه رسائلها إلى كل اتحادات الصحفيين في كل دول العالم وخصوصا من الدول الأوروبية، عليها أن تخاطب المنظمات الإقليمية، المنظمات الدولية. ليس أمامنا من خيار وليس أمام المجتمع المدني من خيار غير الضغط على هذه الجماعة في أن توقف هذه الإجراءات وكل إجراءات المحاكمات الأخرى بحق السياسيين، بحق النشطاء، بحق مخالفيها سواء في صنعاء أو غيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرتها. نعم، إذا عدت إليك أستاذ نبيل، يعني الحكومة أدانت واستنكرت في بيان لها، يعني سواء وزارة حقوق الإنسان أو وزير الإعلام اليمني، برأيك ما الذي يمكن أن تقوم بعمله عمليا لإنقاذ هؤلاء الصحفيين غير البيانات؟ طبعا على الحكومة أن تتحرك بشكل أكثر جدية في قضايا الحريات الصحفية. للأسف خلال الخمسة أعوام كان هناك ملاحظات كثيرة على أداء وزارة الإعلام أو على أداء الحكومة الشرعية إزاء
الصحافة والصحفيين في اليمن إلى الآن لا تزال تتخلى عن كثير من واجباتها، أبرزها أنها لم ترعى حتى أسر الصحفيين الشهداء الذين استشهدوا وهم ينقلون رسالة الإعلام. أيضا الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والمختطفين لا تزال أسرهم بدون رعاية. الكثير من الانتهاكات التي لجهات محسوبة عليهم تطال الصحافة والصحفيين. أضف إلى ذلك بأن الحكومة لا تزال حتى الآن ترفض دفع رواتب الصحفيين منذ 3 أعوام، وهناك شراكة في الانتهاكات. أيضا نعم. للأسف هناك مخاطبات بسيطة أو بعض الحالات في بعض الندوات والمؤتمرات لقضايا الصحافة والصحفيين، لكن لا يوجد هناك تحرك أو تواصل أو تنسيق مع المنظمات الدولية أو غيرها من الحكومات المماثلة والوزارات المماثلة لطرح قضايا الصحفيين باعتبارها أولوية. بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة حقوق الإنسان، أحيانا يكون هناك ملف أو ملف يكون أحد بنوده ذات العلاقة بالصحافة والصحفيين، وبما يعني أن هناك تهميش للحريات الصحفية وللوضع الصحفي بشكل عام. أنا أعتقد أن هذه ربما أدت إلى فرعنة الميليشيات الحوثية إزاء الصحافة والصحفيين، لأنها لم تجد هناك من يواجهها بالشكل المطلوب. نعم، إذن أستاذ نبيل، يعني هل تتوقع أن جماعة الحوثي ستحتفظ بهؤلاء الصحفيين وإنما هي تقوم بمثل هذه الأعمال لإثارة الرأي العام أو للتخويف كما ذكرت بداية الحلقة، ولكنها عمليا هي تحتفظ بكل هؤلاء المعتقلين المدنيين للمبادلة بأسراها العسكريين؟ طبعا هذه إحدى خططهم الدائمة، وقد تم الإفراج عن عدد من الصحفيين في الفترات السابقة من خلال مبادلتهم بأسرى حرب ومقاتلين، كما أنها تقوم باعتقال الناشطين والحقوقيين والمعلمين من أماكن أعمالهم ومن الشارع وتبادلهم بمقاتلين. هذه عادة دأبت عليها الميليشيات. أضيف إلى ذلك بأن مسألة حتى الآن الستة الذين أصدرت المحكمة بإدانتهم والاكتفاء بمدة محكوميتهم السابقة، أعتقد بأنه لن يتم الإفراج عليهم خلال المرحلة القادمة أو خلال الأشهر القادمة، لأن هناك إجراءات طويلة. أولا هناك إجازة قضائية، وبالتالي لن يكون هناك أي إجراءات تنفيذية حتى تنتهي الإجازة القضائية. الأمر الآخر بأنهم يطلبون عدد من الضمانات الصعبة، ضمانات حضورية وغيرها. من الذي سيضمن أمام ميليشيات ممكن تعتقل الضمين بأي لحظة؟ هذا أمر آخر. الأمر الأهم بأنهم معتقلين في الأمن السياسي، والأمن السياسي قطاع منفصل ولا يعترف بالمحكمة، وقد رفض الإفراج عن عدد من الصحفيين بأوامر من محكمتهم، وبالتالي هذه عملية تلاعب نعم. في القضايا الصحفية وفي الحريات الصحفية. هم يعرفون جيدا من خلال التهم التي رصدت قدمتها النيابة الجزائية، أنهم يعني كأنه يكتبوا بوسائل التواصل الاجتماعي، أنهم كانوا يكتبوا أخبار، وأنهم يعني بثوا أخبار ذات تأثير سلبي على معنويات الجيش. يعني كلام مطاطي، بمعنى أصح بأن كل من كتب في وسائل التواصل معي أو كل من قال رأيه أو كل من تفاعل مع رأي آخر هو مدان ومحكوم عليه بالإعدام. بالتالي مثل هذه القضايا لابد أن تبرم من قبل المجتمع الدولي، وبالذات المبعوث الدولي والأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية. عند موقف المبعوث الأممي، دعني فقط أتساءل للأستاذ ياسر المليكي، المبعوث الأممي وكأنه يعني يأخذ الأمر يعني بلا جدية حقيقية، يعرقل الحوثيين، يعني نعلم أنهم يعرقلون إتمام صفقة تبادل الأسرى منذ اتفاق استوكهولم، ومع ذلك نجده يشيد بهم في كل كلمة له وبأنهم، يعني لم نجد ولا مرة يقوم بها المبعوث الأممي بالضغط حقيقة على ميليشيا الحوثي في أي نقطة من النقاط، ما بالك بموضوع الصحفيين. للأسف الشديد ما ذكرتيه هو الواقع.
المبعوث الأممي هو غالبا أو دائما ما يمسك العصا من المنتصف، لكنه لا يدرك طبيعة هذه الجماعة ومواقفها السياسية طوال الفترات الماضية وكيف تتنصل من كل تعهداتها. للأسف حينما كان اليمنيون وأسر هؤلاء المعتقلين سواء منهم الصحفيين أو السياسيين أو العسكريين أو المدنيين أو غيرهم من أو حتى البهائيين وغيرهم من المعتقلين في سجون الميليشيا، كان أهاليهم ينتظرون الإفراج عنهم استجابة للنداءات الإنسانية التي أطلقتها كثير من المنظمات الأممية والإقليمية واليمنية ومكتب المبعوث الأممي استجابة أو خوفا من تفشي وباء كورونا في هذه السجون التي تفتقر إلى أبسط وسائل السلامة أو الصحة أو التهوية أو غيره. لكن للأسف الشديد هذه الجماعة لديها من الصلف ما يكفي لأن تتحدى العالم، لأن تتحدى مكتب المبعوث الأممي ما أصدرته من حكم يوم أمس. هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين كان تحديا واضحا لمكتب المبعوث الأممي الذي لم يدرك حتى اللحظة حقيقة هذه الجماعة، وأنه باستطاعته أن يستخدم أساليب أكثر صرامة أكثر جدية صحيح. تجاه هذه الجماعة ذلك بالأخير لا نجد هذه الصرامة مطلقا من المبعوث الأممي، خاصة لو كان الأمر متعلق بميليشيا الحوثي. شكرا جزيلا لك ياسر المليكي المحامي والراصد، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني كان هناك ضغوط دولية على جماعة الحوثي بالإفراج عن معتقل بهائي كونه أقلية وتم الإفراج عنه، لما لا يتم التعامل مع الصحفيين بالمثل؟ لما لا نجد المجتمع الدولي ضج لاعتقال مجموعة من الصحفيين لا تهمة حقيقية لديهم، تعذيبهم واختطافهم ويعني تغييبهم عن أسرهم وعدم إظهارهم لهم، وفي الختام يتم يعني إصدار حكم بالإعدام عليهم؟ طبعا ما زال المعتقل البهائي لم يفرج عنه حتى الآن، هناك قرارات بالإفراج عنه وعفو من كما يقال تم إصدار عفو عام، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. هذا نوع من أنواع التلاعب وإطالة فترة الاعتقالات والاختطافات ونوع من أنواع الابتزاز. طبعا في مسائل الأقليات ربما هناك الكثير من المنظمات الدولية والأمم والكثير من الدول التي تهتم بقضايا الأقليات وخاصة الأقليات الدينية، أحيانا ذات طابع يكون لها ذات طابع لها علاقة بالسياسة ولها علاقة أيضا بالاهتمامات لكثير من هذه الدول. بالنسبة للصحفيين، نحن للأسف بشكل عام اليمن هي تقع في أسفل سلم أولويات الأمم المتحدة والدول في العالم وخاصة الدول المؤثرة التي لا تعتبر اليمن أو تنظر إلى اليمن من منظار سياسي فقط ولا تنظر له من منظار حقوقي أو إنساني أو أخلاقي أو قيمي. هناك كثير من التفاصيل لها علاقة بالصراعات الإقليمية والدولية والحسابات المختلفة، لكن المأساة الإنسانية لا ينظر لها بالشكل الكامل. هناك مئة الآلاف من المدنيين الذين قضوا نحبهم، وإضافة إلى أن الرقم مخيف جدا، يعني 35 صحفي قتل خلال 5 سنوات. لو كان هذا العدد قتل في أي دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن للأسف نحن نعاني بشكل كبير من الخذلان. المبعوث الأممي خلال فترة تواجده أو خلال فترته الأخيرة لم يقدم في إحاطاته الدائمة سوى مرة واحدة عن قضايا الصحفيين ولم تزد عن سطرين. المبعوث الذي قبله أيضا قدم إحاطة واحدة فيما يخص الصحفيين وأيضا لم تزد عن بعض بضعة سطور. بالتالي هناك تهميش
وهناك تخاذل من المجتمع الدولي للأسف، المنظمات الدولية الخاصة بالحريات الصحفية لم تقم بأي جهد يذكر. أيضا المقرر الخاص المعني بالحريات الصحفية التابع لمجلس حقوق الإنسان وفق آليات العمل لدى المقرر بأنه يجب عليه زيارة دولتين في السنة تتعرضان لانتهاكات بالحريات الصحفية، وتم دعوته من قبل نقابة الصحفيين لزيارة اليمن، وقد وعد بزيارة اليمن لكنه لم يلبي الدعوة حتى الآن ولم يقم بذلك. أضف إلى ذلك أن هناك إجراءات معقدة في قضية تسجيل الحالات والانتهاكات لها علاقة بالصحفيين، رغم طبعا مع وجود ميليشيات لا تسمح بوصول الشخصيات إليها. نعم، للأسف انتهى وقتنا أستاذ نبيل الأسيدي، شكرا جزيلا لك. كنت معنا عبر سكايب عضو مجلس النقابة للصحفيين من فيينا. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.